بنرحب بيكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر وصل بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية اللي هتقام بمصر، وشارك في المران 19 لاعب وعلى رأسهم مصطفى شلبي اللي انضم للمعسكر امبارح بعد إصابة حسين الشحات. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مطولة مع لاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وطالب اللاعبين بغلق ملف في الفترة الماضية وضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وتنفيذ المطلوب وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وشرح بعض الأفكار والمواقف الخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للفترة المقبلة. منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 39-31 في ثاني مواجهته بدوره فرنسا أو بدورة فرنسا الودية التي بيشارك فيها الفراعنة استعدادا لأولمبياد باريس 2024. المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة فاز على غانا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الإفريقية اللي بتستضيفها مدينة أكرا الغانية في الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25-10، 25-14، 25-19. منتخب مصر لمصارعة الذراعين اختتم منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي بتقام في أكرا بغانا، وحقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 19 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بواقع 14 ميدالية ذهبية وأربع فضيات وبرونزية، ليتصدر منتخب مصر جدول ترتيب منافسات مصارعة الذراعين. البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش تأهل للدور النهائي ببطولة أبتياسيا للإسكواش اللي بتستضيفها نادي ويمبلدون ببريطانيا في الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار للرجال و 57 ألف دولار للسيدات. فريق مانشستر سيتي تأهل للدور النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ده بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي. فريق ريال مدريد الإسباني فاز على أوساسونا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني، وبيتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، فيما يتواجد فريق أوساسونا في المرتبة العاشرة برصيد 36 نقطة. سقط فريق نانت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد أمام فريق ستراسبورغ بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الفرنسي، وبيحتل نانت المركز 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد ستراسبورغ في المركز 12 برصيد 29 نقطة. النجم لويس سواريز قائد فريقه انتر ميامي للفوز على نادي دي سي يونايتد بنتيجة 3-1 في مباراة لجمعة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأمريكي.